تحية مجددة لكل متتبعات ومتتبعي قناة مراكش ليبريشن، تحية لكل المناضلات والمناضلين الأحرار. قبل ما ننطلق في هذا الفيديو ديال اليوم، هذا هو أود أن أتقدم بالشكر لكل الناس اللي شاركوني هذا المأساة الفقداني ديال الأب ديالي، اللي فعلا اتت علي كالصاعقه، رغم انه كان مريض وكنت نتوقعها، لكن عجزي التام على ان اكون الى جانبه في فراش الموت، وعجزي على انني غير نشد يده ونبوسها له ونشد له راسه ونبوس له ونقول له شكرا على كل ما قدم لنا احنا، وشكرا على كل ما قدم للناس اللي تلمدوا على يديه. عجزي على انني نكون مع هذاك الحشد اللي كان معاه في طريقه الى المقبرة. فعلا ألم ما جربتوش من قبل. فكنت باغي ناخذ واحد شوية الوقت ديالي زعما ونتصالح مع ذاتي، أن نوقف شوية هاد المواكبة ديال التوعية وهاد عمليات الفضح ديال هذا النظام الاستعماري المفرنس. لكن يبدو على انها طريق ديالي لا راحة فيها ولا تصالح مع الذات. يعني رغم على ان حزني على ابي وفراقه بالطريقة هذه، لكن الغضب اللي تارت فيه الأحكام الجائرة التي أعلنها نظام العهر والبيدوفيليا والدعارة الخليجية الذي يتزعمها محمد السادس كبير البروكسينات وتاجر اللحم البشري وتاجر الأطفال وتاجر النخاس في سوق الدعارة الدولية، والذي يتطاول على أشرف الناس في المغرب اللي هما أبطال الريف، اللي لا أعتقد على أنه كاين أي مخلوق في ذاك الوطن هذاك تيحب البلاد ديالنا بقدر اللي تيحبوها المناضلين والأبطال المعتقلين ديال الريف. بيا غضب الداخل وفيا ما نبقى نعاير ونسب ونعرق، كلنا رحنا مكابرين في الأحياء الشعبية وتنعرفوا نعرقوا ونسفلوا، ولكن أنا غنخاطبك أيها الملك، ملك الريع، أيها الملك محمد السادس الذي ارتبط اسمك بالشذوذ الجنسي، بالدعارة، بالتهريب، بتغسيل الأموال، بالرشوة، بالفساد، بالمخدرات، بالديكتاتورية، بالترهيب السياسي والديني، بالرجعية، بالأمية، بالجوع، بالفقر، بالجهل. يعني أنت كملك، أنت نفسك اسمك مرتبط مع أعفن الصفات وأعفن الظواهر وأعفن الإنتاجات الاجتماعية والإنتاجات البشرية. يعني كلما تقول محمد السادس، الناس كلها في العالم كله ما عدا مشرطي الحناك والعبيد الذين لا زالوا يبايعونه، كل شيء تيقول لك، تتقول كلمة محمد السادس تيقول لك مهرب، جبان، شاذ، منافق، مجرم، سفاح، مفترس، محتكر، جيعان، هرقاوي، برهوش، مراهق. يعني ملك السلفيات هذا يتطاول على أبطال الريف وعلى أشاوس ذلك الوطن. ليش؟ لأنه جبان، لأنها التصرفات هذه تصرفات الجبان، وأنه فقط واحد نذل هو اللي ممكن يقوم بما يقوم به ملك محمد السادس. يعني لولا نذالته ولولا تفاهته لكان هو تيمسح الرجلين ديال، تيغسل الرجلين وتيغسلهم وتينشفهم ديال أبطال الريف هذه.
يعني الفلوس ابطال الريف ملي تيطالبوا بمستشفى وجامعات يوليو تيتسماو خونه ومرتزقه، ولكن ملي تتجمع حفنه من اعفن المخلوقات الذين يشبهونك، لان الحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام، بحال الخمواج ديال بوطازوط ورشيد الشوه ونيبه نيبه، باش تعرفك انك شاد بيدوفيلي تافه سادي مازوشي مخلطين فيك الدعاوي نيبه، وتدفعوا عليهم من اموال الشعب باش يمشيو يتفرجوا في فريق فاشل مثل ملكيتو، يحملون رايات اليوطي اللي باعوا واشترى فيكم يا اسره العلويين بالنخاسه، لانه هو من رباكم على، واعتذر على هذه الكلمه، لكن ما كايناش كلمه اخرى تتسمى باللغه الفرنسيه البروكسينيزم، ولكن تتسمى باللغه العربيه الفصحى القواده، لانه هو اللي علمهم كيفاش يديروه مهمه القواده، او نقولها بلغه انظف نخاسه بيع اللحم البشري، نخاسه الدعاره والعهر. يعني هادو تقدر تخلص عليهم مليار ونص سنتيم باش يمشيو يتفرجوا في فريق فاشل، وباش يمشيو يشوهوا بينا تما بنادر وشوهوا بالمغرب. لكنني تنأكد لك على انك بهاد الاحكام اللي نطقتيها اليوم، انك ضربتي اخر عتله اخر باله في القبر ديالك، وانه موتك وسقوطك قريب. وكما كنت شفت في واحد الفيلم ديال سيرجيو ليوني ديال لو بون لابغيت اي لو تريون، ولا ذا باد اغلي، هذا ذا جود ذا باد اند اغلي، الفيلم اللي تعرفوه الجيل ديالنا وتعرفوه مجموعه الاجيال، هذا قال لهم الغلاظ بحالك، المنفوخين بحال الطبل بحالك، ملي تيطيحوا الارض تيديروا الصوت، تيديروا الزدحه، وانت ملي تطيح دير الزدحه، غتسمع من الصين الشعبيه. سقوطك اصبح لا شك فيه، لانه واحد القضيه، كل نظام متناقض يحمل في طياته قانون السقوط، وانت التناقضات التي بك اكبر من اسم التناقضات، تطورت لمرحله التناحرات، وسوف تتاكل من الداخل ديالك. ولكن حنا غنكونوا حاضرين باش نجيو نديروا لك ديك البركه على شي حاجه عشه نفرتوك بحال الغبره. الملف ديال الريف هو الذي جعلك تفقد ملف الصحراء الغربية، ملف الريف هو اللي جعلك ما خلت حتى واحد يفكر فيك ولو لثانية واحدة على أنك زعيم دولة تستحق أن تنظم كأس العالم. اسمك ارتبط بالجرائم، وارتبط بالأبشع الجرائم وأبشع البيدوفيليات وأبشع الجشع في حب مراكمة الثروة. أحكام على ناصر الزفزافي بعشرين سنة، وحمزيق بعشرين سنة، وجلول بعشر سنين، وإلى آخره، كل معتقلين من أكبرهم لأصغرهم ومن أصغرهم لأكبرهم، هو دليل على انك مخزن تلفتي باباك، المقاطعات اللي فاتك، الملفات الحقوقيه والسياسيه اللي ضدك تلفاتك، اصوات الاحرار من رفاقي ورفيقاتي وخوتي اللي بحالي اللي تيفضحوا في باباك كل نهار كل دقيقه كل ساعه، هي هذا هو انت في حاله احتضار. وهذاك اللي تيكون حاله احتضار، هذاك اللي تيكون في حاله الموت، تيكون غير تيضرب يمينا وشمالا باغي يعيش، وانت هو هادشي اللي هدير 20 عام 15 عام 20 عام 15 عام، هرب شري الحوايج السيلفيات، وهذا هو ساعتك، ساعتك اتت وانتهت. شدت الحزن ديالي على ابي اللي ما قدرتش نزوره بسبب نظام ديال اللاهور ديالك انت، الغضب اللي تنحس به اليوم انا بسبب هاد الاحكام الجائره، من بعد ما اختطفتيهم ومن بعد ما اغتصبتيهم اللي في حق الابطال والاشاويز ديال الريف. ولكن في نفس الوقت انا فعلا متفائل، لان هاد التصرفات ديالك دابا وهاد الهلع اللي راكبك دابا هو دليل على ان النصر قريب، واننا هاد الخوت هادو ديالنا ما غيفوتوش مده قصيره في هذا، وغنحررهم، ولكن غندير لهم التحرير، وغنديروا كما داروا الفرنساويين لويس 14، غادي تحاصر وغادي تشوه الجثه ديالك، وغتسرى الجثه ديالك غتسرى في الشوارع ديال الريف، وفي الشوارع ديال الازقه اللي اختطفتوا منها اشرف المواطنين، وفي الازقه ديال الجراده اللي دهستوا بسياراتكم القمعيه الارهابيه المواطنين العزل. ساعتك خربات، ورغم الحزن ديالي كما قلت والغضب
لكنني اليوم أقول لأنني اليوم شعرت فعلا على أنه فعلا لما قلت أنه سقوط محمد السادس أوشك أنه فعلا هو في حالة احتضار اليوم. هروبه من المغرب والتجاؤه لمن صنعوه فرنسا هو لأنه أصبح يخشى على عمره، عارف أنه متربص به وأن سقوطه قد أوشك. وغنجيبوك انت وديك الفاميلة الشفارة والنهابة والنخاسين ديال خواتاتك وديك المهرب ديال الكوكايين ديال خوك داك الأمير الأزرق وداك ولدك اللي أغنى طفل في العالم بكونه أغبى طفل في العالم، هو أغنى طفل في العالم، أغبى طفل في المغرب وأغنى طفل في العالم. غنجيبوكم كاملين وغتحاسبوا وغتكون محاكم شعبية ومحاكم ثورية وغتجيب باباكم وغتجيب فلوسنا وغترجع رزقنا وغنحاصرهم كما تحاصروا كاع الديكتاتوريين وتحاصروا الحسابات البنكية والعقارات والممتلكات ديالهم بالخارج وتجمدات نفس الحكاية غنطبقوها عليكم. واش تعتقد على انك زعما بانتقامك هذا من 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 ابناء الريف انك ستخرصونا وانك ستخرص الريف؟ هذاك الريف راه ولاد، هذاك الريف راه ضربوه بالكيماوي وضرب خلاو باش ضربوه عبر القرون ولا زال الريف ينجبه والريف غيولد وكما باقي المغرب غيولد كاع المناطق غادا تولد ولكن الريف على راسها. الريف ولاد ولاد والريف يلد يلد حفاري القبور ديال الانظمه الرجعيه المخزنيه العاهره بحال نظامك يا محمد السادس. يعني انت ممكن تدوز على المغفلين على انك شاد وامير المؤمنين، ممكن تدوز على المغفلين على انك اغنى رجل سياسه في العالم ولكنك لا لا ماشي شفار، ممكن تدوز على المغفلين على انك انت راك مشمود واللي دايرين بك راه هما اللي شامتينك، لكن العقلاء عارف انك انت هو مصدر الخراب وانت هو زعيم الخراب وانت هو مهندس ومخرج ومشكل الخراب في المغرب. ان الخراب طالما فيه ملك محمد السادس، الوطن المغربي طالما فيه الملك محمد السادس سيكون الخراب والدعارة والفقر والجوع هما عنوانه الاساسي. يعني فقرتي الشعب، جوعتيه، اعتقلتيه، اختطفتيه، اغتصبتيه، بعتي ولادنا للبيدوفيليين الصبليون وعفيتي عليهم من السجون، هربتي نهار دخلوا الصبليون الجزيرة ليلى تتخزن ملي تينوضوا الاحتجاجات وتتمشي لفرنسا، غادي غير تتشري في الحوايج بحال شي مراهقة وقالت قبل لي غير السلفيات وتعتقد على أنك سوف تستمر، سوف تستمر باش تحلبنا في هذا الوطن هذا وتعتقلنا في ولادنا وتقتلنا في ولادنا. نهايتك وشيك. وانا هذا الفيديو هذا انا اوقف حد هنا وانهيه بهذه الجمله اللي عاودتها مرارا وتكرارا، انك سقطت اليوم، ماشي سوف تسقط اليوم، سقطت. وبما انك تسقط من مكان عالي جدا فسقوطك مستمر. وهذه الخطوه ديال هذا القرار ديال الاحكام الجائره في حق ابناء الريف كانت يد فعل اللي دفعتك من ذاك مكانك العالي وانت ساقط ساقط. وغنتصنت حتى نسمع ديك الضربه اللي عاد ضرب في الارض كما قلت لك في ذاك الفيلم الجميل اللي كنا تفرجنا فيه وحنا اطفال، انه الغلاظ والمنفوخين بحالكم اللي تيطيحوا الارض تيديروا الصداع تيديروا زدحه كبيره بحال الزلزال. والايام القادمه بيننا. أحيي المعتقلين وأشد على أيديهم وأقول لهم أننا ما غنساوكم شيء وما نتخلاوش عليكم وأننا في كل لحظة غادي نفضحوا هذا الجلاد هذا الشفار هذا الذي تسبب في اعتقالكم واختطافكم وتسبب في منعكم من أنكم تكونوا مع والديكم مع أولادكم مع زوجاتكم مع أزواجكم ومع خوتكم. لن نترضى وما بقيناش اليوم تنقولوا نطالب باطلاق سراحنا، سوف نطلق سراحهم وغنديروا لك الحصار اللي دار لاباستي وغنجبدوك بحال لويس كاتورج وغنعجبوا بك. والايام بيننا. تحيه لكل الاحرار.